الرد على التمسك الله يال كلنا جنتلمان وقلوب يلا يا كحيانة قدام أبو هشيمة قاعدين يجلدك علينا اللي عندك بالفين نسل عليك بالفين. الحكم الأول كلك على بعضك باقة. الحكم الثاني شطة مع ملح تفركي اللي صبرك. الحكم الثالث ما تشتحت رجلك فوم بعمل لك فوم عشان ما عنديش قدرة يلا خلي أبو هشيمة خلي أبو هشيمة راح يشحن الحين ها جنتلمان يا عيال كلنا جنتلمان وقلوب والله إنه بر يا عمري ما حقك والله تستاهل أكثر من غيره يا عمري جنتلمان لا والله ما قصرت شديتي الكلام يلا عندكم فات خلينا نشوف شو يصير عندنا خلينا سكرات بقى مش انت بيرمولك سكرات واش جنتلمان اخر دوله خليها احرقها دمها اقول لك اخر جوله خلاص اخر جولة حتى مش بتاخديها احنا عارفين باللايف يا جماعة نكبس يا جماعة تكبيس من نار حبايبي بالله عليكم صعب السكور على الكحيان اللي عندها ده صعب السكور على اللي عندها ابو رشيد ما اصفرش والله ابو رشيد لو ما عنده مشكلة في الشحن كان جرال ورب الكون يا جنتلمان انت حظك حلو والله حظك حلو تكبيس الداعم يوم اتأخر وش يقول يا احمد ارحب يا احمد يا الداعم يوم اتاخر وش يقول ما اقدر اشحن توقفت بطاقتي حاجات زي كذا انا اتاخر روح فارق روح اكذب على غيرنا اضغطوا دي كحيانه يسعدين قفازاتك حبايبي مع بعض طيب على القفاز طيب على القفاز حبايبي مع القفاز بالله عليكم مع بعض والله العظيم الراجل بس عنده مشكله الكحيان اللي عنده يوم جاء جنتلمان هذا شرد صار يقول عندي مشكله في الشحن يوم جاء جنتلمان ابو هشيمه قال عندي مشكله في الشحن مسكين صدقناك والله صدقناك يلا خلي الضعيف اللي عندك يرمي لك طياره يلا لا انا راح يرمي لي فرفوسه قفاز يا حبايبي على القفاز طيب على القفاز يعني اخر دقيقتين كبس جرب القفاز على القفاز طب يا جماعه نساعد بعض يا جماعه نساعد بعض عندك 2000 ما عندك فيهم شرب كلهم رجاله غصب عنك اسلام والله انهم حريم ورودك اسود عزيز يعني عندها شويه حريم تفرجون على الفون بس تفرجون شلون فين فينو قاعد احكمها فينو اوه فين شنو فين جنتلمان فينو مو شغلك خلاص خلع مو شغلك احب يا جنتلمان